آخر أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولية الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون بيانا مشتركا حول التوجيه بإزالة منصة نتفليكس، وذلك بسبب المحتوى المخالف واللي يتعارض مع القيم الإسلامية والمجتمعية خصوصا الموجه للأطفال. مطالبات سعودية وخليجية لإزالة المحتوى المخالف من على منصة نتفليكس. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه منصة نتفليكس فيها هجوماً بسبب المحتوى الذي تقدمه، والذي أصبح خطراً يهدد الأطفال والمراهقين وحتى البالغين في مجتمعاتنا العربية. انقسم الجمهور حول الرسائل الغير مباشرة والمقصودة من وراء هذه الأعمال الجدلية والمنافية للقيم والعادات المجتمعية والإسلامية، فمنها ما يدعو إلى الانحرافات والاعتداءات الجنسية المختلفة، ومنها ما يدعو إلى التحرر وغيره، كما نرى في معظم أعمالها بشكل يفضح الأجندة التي يسعى صناع المحتوى لتحقيقها. وبما أن منصة نتفليكس في الوقت الحالي تعتبر منافساً قوياً للفضائيات والخيار الأول للشباب والمراهقين لمتابعة ما يثير شغفهم من أعمال، وهي تتسلل إلى منازلنا بلا رقابة أو فلتر، إذن فهي خطر لا بد من مواجهته قبل فوات الأوان. والسؤال هنا، ما هي تأثيرات هذا المحتوى المفتوح على أجيالنا القادمة إذا تركناها بدون رادع أو عقاب؟ يعني الصراحة هو خبر مفرح محزن على قولتنا زين إن شاء الله. أنا بقول لكم ليش زين، أنه قاعدين نحارب المحتوى السيء اللي لا يمثلنا، وعندنا أطفال، يعني إحنا كبار ما علينا خوف، إحنا نتكلم على الأطفال. قبل شوي أنا أودي نتكلم قاعد أقولها، فعلا مهما الواحد حط رقابة ما زالوا يعني يقدرون أنهم يدخلون المحتوى حتى بمكر. في أي بمكر مكر والله العظيم. في الأفلام كرتون، في المحتوى اللي أنت مآمنة رايحة متسمعة مع صديقاتك، أطفالك يتفرجون في أشياء المفروض ما يشوفونها، في كلام المفروض ما يسمعونه، في تصرفات المفروض ما يتعلمونها أو ما يعني يتلقون هذه المعلومات. صح. من التلفزيون مو بزين. أنا أقول لكم ليش، أنا صراحة من عشاق نتفليكس للأمانة، مرة أحب نتفليكس. كلنا يا مها أحس كل المجتمع صار الحين نتفليكس، بس ترى يعني في منافسين. أنا توي أقول لك في منافسين، يعني ما شاء الله، وشركات سعودية قاعدة تنافس بالمحتوى، وللأمانة محتواها لا يقل عن محتوى نتفليكس، بالعكس اللي عندهم أفلام جديدة ومسلسلات جديدة. أنا ماني قادر أروج لأي أحد، يعني في منصات كثيرة للأمانة، يعني الفترة الأخيرة صايرة أحول عليها، بس إن شاء الله، نقول إن شاء الله أنهم يعني يسمعون الكلام ويغيرون المحتوى هذا، أو يحطون يعني محتوى يكون لائق بالوطن. شوفي أنا من يعني العربي، من دائما الأصداء اللي على المجتمع الخليجي عموما، إذا حاربنا شيء وتعدل بعد ما إحنا من أول نقول لهم عدلوا عدلوا عدلوا، ضبطوا سمعوا أطفالنا. صح. ما في إذن تسمع. الحين لما انقطعنا وسوينا ذا القرار حيتعدلون، لأنه أتوقع ربحهم كله من الخليج فعليا، فأتوقع الآن بيتعدلون، بس بعد إيش؟ بعد ما إحنا خلاص دخلنا في المنافسين وصرنا معاهم، يعني أنا أشوف كذا. صح، هو نسبة فعلا، نسبة كبيرة من الإيرادات أنا أعتقد من الخليج أو الوطن العربي، خلينا نقول صح الوطن العربي فعلا والإسلامي. فإن شاء الله نقول إن شاء الله، وفي النهاية إحنا أكبر همنا الأطفال هم اللي إحنا خايفين عليهم، فنقول إن شاء الله. طبعا خلينا